فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقال في الآية الثالثة: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الله جل وعلا يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم، يعني اختلفوا، ما أخذوا بوصية الله سبحانه وتعالى وكانوا أمة واحدة يعبدون ربا واحدا، خالفوا ذلك فتقطعوا أمرهم بينهم، يعني اختلفوا زبرا، كل عنده مؤلفات وكتابات يذم الآخر ويمدح نفسه وأنه على الحق وغير على الباطل، وهذا من تمام الفتنة. إن أهل الاختلاف يبتلون بالجدال العقيم حتى يخيل إلى كل منهم أنه هو الذي على الحق والآخر على الباطل. كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا من تمام الابتلاء والامتحان، لأن الإنسان لما لم يكن على ثقة مما هو عليه قد يرجع إلى الصواب، لكن إذا كان على ثقة مما هو عليه إلى حد الفرح به أنه على الحق وغيره على الباطل، مع أنه أصلا ليس على حق، وإنما هو شيء هو الذي أحدث. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، هم اللي أحدثوا هذا، يعني بدل القرآن وبدل الكتب المنزلة جعلوا كتبا من عندهم يتمسكون بها، فلذلك فرحوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.